الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا أن نسي وقل. يعني أن المصلي إذا تكلم في الصلاة ولو بحرف واحد يفهم معنى كقي وعي وفي، فهذا يفسد الصلاة. كذلك لو نطق عمدا بحرفين لو لم يكن لهما معنى فإن صلاته تفسد. الشرح: الصلاة تبطل بما هو من كلام الناس عمدا، مع ذكر أنه في الصلاة، أي من غير أن يكون مغلوبا لا يستطيع ترك ذلك النطق، ولو كان ذلك النطق بحرفين كهل وبل، ولو لم يكن لهما معنى وبحرف ممدود كأن يقول أو إي أو أو، فإنه بسبب المد صار حرفين، أي تبطل الصلاة بذلك. وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف مفهم، وذلك كأن يقول بقاف مكسورة لا يتبعها شيء، وكذلك عي بعين مكسورة، وكذلك في بكسر الفاء، لأن هذه الحروف الثلاثة كل واحد منها له معنى يفهم منه، فقي يفهم منه الأمر بالوقاية، وعي يفهم منه الأمر بالوعي، وفي يفهم منه الأمر بالوفاء. فهذا وما أشبهه يبطل الصلاة إن كان عمدا، أي ومع ذكر أنه في الصلاة وكان عالما بالتحريم. فأما الناسي أنه في الصلاة إذا تكلم بكلام قليل، أي 6 كلمات عرفية فأقل، فلا يبطل نطقه هذا صلاته. وهذا مثل أن يقول اذهب إلى السوق واشتري لي حليبا ثم أحضره لي ثم ضعه في مكان كذا ونحو هذا. ومن كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم من وقت قريب، أو لكونه نشأ في بلد بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع، فإنه لا يبطل كلامه في الصلاة صلاته. وأما التنحنح ففي مذهب الإمام الشافعي فيه رأيان، أحدهما أنه يبطل والآخر لا يبطل. وخرج بكلام الناس ذكر الله فإنه لا يبطل، يعني إذا ذكر الله في الصلاة أو دعا دعاء جائزا في الصلاة فإن صلاته لا تبطل. في الحديث: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي حديث ذي اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، رواه البخاري. ثم الصحابة سألوه: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيتها؟ فقال: كل ذلك لم يكن. ثم قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان العادي، يعني هو لا ينسى حكما من أحكام الشريعة بحيث يصير على خلافه من حيث الاعتقاد، أما في مثل هذا فيحصل له نسيان. أخرج الترمذي أن الرسول سلم على أبي وهو يصلي فلم يرد السلام، ثم أتاه فقال له الرسول: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: كنت أصلي. فقال: ألم تجد فيما أوحي إلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: بلى يا رسول الله. لا أعود. الرسول له خصوصيات، إذا كلم شخصا وهو يصلي
يرد عليه هذا الشخص ولا تفسد صلاته. مسألة: إذا تكلم المصلي بشيء من الذكر أو شيء من القرآن، إن كان للتنبيه فقط لا بقصد القراءة معه، تفسد الصلاة، وذلك كقوله للمستأذن بالدخول: ادخلوها بسلام آمنين، دون قصد التلاوة، فسدت صلاته. أما إذا كان قصد تلاوة القرآن فلا تفسد، وكذلك إذا قصد الذكر حين ذكر الله تعالى لا تفسد صلاته بذلك. مسألة: إن سبق لسانه إلى الكلام أو غلبه الضحك لم تبطل صلاته، لأنه معذور في ذلك، فلم تبطل به الصلاة كالناس. كثير من جهلة العوام إذا غلبه الضحك في الصلاة يترك الصلاة، يقول فسدت صلاتي. هذا كلام الفقهاء: إن سبق لسانه إلى الكلام، يعني خرج الكلام بلا إرادة، أو غلبه الضحك، أي ضحك مغلوبا، لم تبطل صلاته، لأنه معذور في ذلك. وإن أطال الكلام وهو جاهل أو مغلوب فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان، كالوجهين في كلام الناس إذا طال. وإذا حزن ففاضت عيناه لم تبطل صلاته، لقوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. إذا حزن إذن في الصلاة ففاضت عيناه لا تبطل صلاته. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فإن تنحنح أو أن أو تنفس أو نفخ، فإن تبين منه حرفان مثل أن يقول آه أو واه أو أف، بطلت صلاته، لأن ذلك يعد كلاما. قال المؤلف رحمه الله: وبالفعل الكثير، وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن، وقيل ثلاث حركات متواليات، والأول أقوى دليلا. الشرح: مما يبطل الصلاة الفعل الكثير المتوالي، وضبطوه بثلاث حركات، سواء كان بثلاثة أعضاء كحركة يديه ورأسه في دفعة واحدة، في مرة واحدة، على التعاقب أو دفعة واحدة، يعني إذا فعل ذلك على التعاقب أو فعله دفعة واحدة، أو ثلاث خطوات، هذا هو المشهور عند الشافعية. أما ثلاث حركات غير متواليات فلا تفسد الصلاة عندهم. وقال بعضهم: لا يبطل الصلاة من الفعل إلا ما وسع مقدار ركعة من الزمن في آن واحد، أي متواليا، وبين القولين فرق كبير. مسألة: إن عمل في الصلاة عملا كثيرا متفرقا لم تبطل به صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة، فكان إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، ولم تبطل الصلاة بذلك لتفرقه. مسألة: يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره، لحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين، الحية والعقرب، في الصلاة. مسألة: إذا ناب المصلي شيء في صلاته، فله أن يوجز في صلاته، كأن يقع حريق وما أشبه ذلك، لما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي من ورائي، فأتجوز في صلاتي لما تجد أمه في قلبها من بكائه. وإن أراد أن يعلم غيره، مثل إن سهى إمامه فأراد أن يعلمه بسهوه أو غير ذلك، فيستحب للرجل أن يسبح وللمرأة أن تصفق، وهو أن تضرب ببطن كفها الأيمن
على ظهر كفها الأيسر. وقال مالك رضي الله عنه: يسبح الرجل والمرأة. مسألة: إن أفهم غير إمامه بالتسبيح أو التكبير أو التهليل أو القراءة لم تبطل صلاته. قال المؤلف رحمه الله: وبالحركة المفرطة، يعني الحركة الشديدة كأن لطم لطمة شديدة أو قفز قفزة بعيدة، وبزيادة ركن فعلي، وبالحركة الواحدة للعب. الشرح: من الفعل المبطل الحركة المفرطة كالوثبة، ومن المبطل أيضا الحركة الواحدة إذا كانت للعب ولو لم تكن مفرطة. أما إذا ابتسم أو مسح على رأس ولد صغير مثلا لإيناسه فلا يبطل ذلك الصلاة، ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع مع استقرار الكف وإن كثر، وكذلك تحريك الجفن أو اللسان أو الأذن وحل زر وعقده ولو كثر، إن كان الكف قارا ما لم يكن للعب. وكذلك تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي، كأن عمل ركوعين في ركعة واحدة، عمل ركوعين في ركعة واحدة من صلاة الصبح مثلا ذاكرا ذلك. أما الركن القولي إذا كرره فلا يبطل الصلاة، فلو كرر الفاتحة 4 مرات مثلا في ركعة واحدة لم تفسد، لكن لا يشرع له ذلك، يعني لا يستحب أن يفعل ذلك. مسألة: ويكره أن يترك شيئا من سنن الصلاة، ويكره أن يلتفت في الصلاة من غير حاجة، لما رواه البخاري أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويكره أن يرفع بصره إلى السماء، لما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، حتى اشتد قوله في ذلك فقال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ويكره أن ينظر في صلاته إلى شيء يلهيه من ثوب أو غيره. ويكره أن يختصر الرجل في الصلاة، أي أن يضع يده على خاصرته، لما أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ويكره أن يكف شعره في الصلاة، ويكره مسح الحصى والتراب عن جبهته، ويكره أن يغطي المصلي يديه في الكمين حالة السجود والتحريمة. قال الشافعي: وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد. قال المؤلف رحمه الله: وبالأكل والشرب إلا أن نسي وقل. الشرح: من مبطلات الصلاة الأكل والشرب إلا ما كان مع النسيان، فإنه لا يبطل إن كان أكله وشربه قليلا. وكذا تبطل الصلاة إذا تقيأ عامدا أو مغلوبا، لأنه في هذه الحال ظهرت نجاسة. وكذا لو تجشأ فوصل الجشاء إلى ظاهر الفم ولو لم يبلعه، أما إن شك هل خرج شيء من الجوف إلى ظاهر الفم عندما تجشأ أو لا فلا تفسد صلاته بذلك. مسألة: وإن أكل الناس أو الجاهل كثيرا فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان. مسألة: وإن أراد أن يصلي الفائتة فهل تلزمه نية القضاء؟ فيه وجهان. قال: في القديم لا بد من نية القضاء. قال المؤلف رحمه الله: وبنية قطع الصلاة وبتعليق قطعها على شيء وبالتردد فيه. الشرح: من نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال أو بعد مضي ركعة مثلا بطلت صلاته. وكذلك تبطل بتعليق القطع بشيء، كأن قال في نفسه: إن حصل كذا فإني أقطعها،
فإنها تبطل حالها، وكذلك بالتردد فيه، كأن قال أقطعها أم أستمر فيها فإنها تبطل. هذا إذا لم يكن خاطرا، أي بحيث لم يورثه تردد ولا عزما على القطع. قال المؤلف رحمه الله: وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك. الشرح: من شك في نية الصلاة هل نوى في التحرم أو لا، واستمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو يشك، فإن صلاته تبطل، كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك ثم ركع وهو شاك فإنها تبطل. وكذلك إذا طال زمن الشك ولو لم يمض معه ركن، فأما إن تذكر قبل أن يمضي مع الشك ركن أو يطول وقت الشك لم تبطل، وذلك بأن يشك فيزول سريعا. وأما ظن أنه في صلاة غير الصلاة التي دخل بنيتها فلا يبطل الصلاة ولو أتمها وهو على ذلك، مثلا نوى صلاة الظهر ودخل فيها ثم في أثناء الصلاة نسي أنه نوى صلاة الظهر، فظن أنه يصلي العصر وأتمها على أنها العصر، صحت، لأنه لما دخل نوى أثناء تكبيرة الإحرام كانت نيته للظهر فصحت منه صلاة الظهر، والله تعالى أعلم وأحكم. إذا كان أشخاص يصلون جماعة صلاة ذات 4 ركعات كأن كانوا يصلون الظهر أو العصر أو العشاء، فقام الإمام لركعة خامسة، ماذا يفعل المأموم في هذه الحال؟ المأموم إن قام إمامه لركعة زائدة له أن ينتظره في الجلوس حتى ينهي ما هو فيه، لأنه قام ساهيا، فإذا سلم الإمام سلم هذا المأموم عقب سلام الإمام. وهنا ملاحظة: يستحب للمأموم أن ينتظر فراغ إمامه من السلام الثاني ثم هو يسلم، يعني لا يسلم بعد السلام الأول، يصح إن سلم بعد سلام الإمام الأول، لكن ما هو المستحب؟ أن ينتظر حتى يسلم إمامه التسليمة الثانية ثم هو يسلم. ففي هذا السؤال الذي يسأل عنه هنا، إذا قام هذا المأموم معه مع إمامه للركعة الخامسة ليوافقه فسدت صلاة هذا المأموم. هذه الصلاة رباعية، قلنا هي صلاة الظهر مثلا كما في السؤال، أو العصر أو العشاء، فرغوا من 4 ركعات، الإمام سهى فقام لخامسة، المأموم إما أن ينتظره في الجلوس ثم يسلم عقب تسليمه، أو ينوي المفارقة، وهذه نية المفارقة هنا لعذر فلا يكره له ذلك، ينوي المفارقة في قلبه، يقول أفارق الإمام ثم يسلم. ما معنى بر الوالدين؟ بر الوالدين معناه أن يطيع والديه في كل ما لا معصية فيه أو في الأغلب، حتى يكون بارا بوالديه، والشرع دعا إلى بر الوالدين، القرآن حض على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حض على بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وأن يحسن الشخص إلى والديه. ومن المحرمات الكبائر عقوق الوالدين، وهو أن يؤذي والديه أذى شديدا غير هين، كأن يشتمهما، كأن يضربهما، كأن يمنع عنهما النفقة الواجبة، افتقرا وهو قادر على مساعدتهما فترك ذلك. ومن بر الوالدين أن يحسن إليهما بالكلام، بالمال، بالتصرف، بإطعامهما. ومن بر الوالدين أيضا أن يستغفر لهما حتى بعد الوفاة. قال الفقهاء: يجب الاستغفار للوالدين في العمر 1 واحدة، ما زاد على ذلك فهو مستحب. ومن بر الوالدين أيضا أن يصل من كان يصله والداه،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. يعني هذا بر، أن تصل من كان يصله أبوك، أن تصل من كانت تصله أمك، فهذا من البر. بر الوالدين شيء عظيم عند الله تعالى. إياكم وعقوق الوالدين، إياكم وإيذاء الوالدين. يقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. يعني كلمة أف لا يجوز أن يقولها لأبيه أو لأمه، فكيف بما هو فوق ذلك، فكيف بما هو فوق ذلك من الإيذاء بالكلام أو بالتصرف. ما معنى حديث البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا؟ هذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن العبد الذي تعود عبادة، كان مثلا كل يوم يقوم الليل يصلي لله تعالى، فمرض فأقعده هذا المرض عن قيام الليل، الله تعالى من فضله وكرمه يكتب لهذا العبد مثل ما كان يكتب له لما كان يفعل ذلك، لأنه كان جازما أنه يفعل. كذلك لو كان هذا الإنسان يتصدق على الفقراء كثيرا لله تعالى، وفي قلبه أنه سيفعل ذلك دائما، ثم افتقر فما عاد يفعل، وكان في قلبه أنه لو كان مستطيعا لفعل جازما، يكتب له مثل ما كان يكتب له لما كان يفعل. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. مثلا أيضا لو أن شخصا، هذا من الأشياء الحسنة، لو أن شخصا رأى شخصا بنى مسجدا لله تعالى من مال حلال، فقال في نفسه جازما: لو كان لي مال كهذا لفعلت مثله، يكتب له ثواب يشبه ثواب هذا الفاعل. وفي الشر كذلك، لو أن شخصا لا يملك مالا لشراء الخمر، وقال جازما في قلبه: لو ملكت المال لاشتريت الخمر، لشربت الخمر، يكتب له إثم يشبه إثم شارب الخمر الذي فعل ذلك حقيقة. ما حكم بيع الذهب بالذهب؟ هذا من المسائل المهمة التي ينبغي أن تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا لهذا واحفظوه واكتبوه وعلموه غيركم. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر يعني القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا إلا يدا بيد، سواء بسواء، جيده ورديئه سواء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا إنسان أراد أن يبيع ذهبا بذهب، لو كان هذا مصاغا وهذا ليس مصاغا، أو فضة بفضة، لو كان هذا قديم وهذا جديد، لا بد في هذا البيع أن يتساوى هذا القدر مع هذا القدر من حيث الوزن، كيلو ذهب بكيلو ذهب، 100 جرام فضة ب100 جرام فضة، ولا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا بد من انتفاء الأجل، أن لا يشرط أجلا. فإذا في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والمطعومات بجنسها، قمح بقمح، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، لا بد من التساوي في القدرين، وزنا فيما يوزن بحسب الشرع، وكيلا فيما يكال، مد قمح بمد قمح، صاع شعير بصاع شعير مثلا، فلا بد من التساوي في القدرين والتقابض في مجلس العقد وانتفاء الأجل، أن لا يشرط أجلا. الرسول يقول: جيده ورديئه سواء، تمر جيد مع تمر رديء، لا بد من التساوي في القدرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له صحابي تمرا فقال: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. هذا يسمى ربا الفضل، ذهب بذهب مع التفاضل ربا الفضل، فضة بفضة مع التفاضل ربا الفضل، تمر بتمر مع التفاضل مع الزيادة في أحد الجانبين
هذا ربا الفضل. قال إننا نشتري الصاع من هذا، الصاع أربعة أمداد، المد ملء الكفين المعتدلتين، بالصاعين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، بع الجمع واشتري به جنيبا، يعني بيع الذي عندك واشتري بالثمن الجيد الذي تريده، يكون وصل للمراد بطريقة شرعية. الرسول يقول: جيده ورديئه سواء. والرسول يقول: فإذا اختلفت الأجناس، يعني ذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد مع التقابض في مجلس العقد. شعير بقمح، ملح بتمر مثلا، اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، هذه الكمية لا تساوي هذه، يجوز لكن بشرط التقابض في مجلس العقد. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، أو القمح بالقمح مع التفاضل، فهذا ربا الفضل. إذا بيع الذهب بالذهب مع التأجيل، فهذا ربا النساء أو ربا النسيئة، أي التأجيل، لا يجوز أن يؤجل، لابد من التقابض في مجلس العقد. هذا السؤال: لماذا لا نقول يطعمك حجة أو يطعمك ولد؟ لماذا لا نقول ذلك؟ لأن طعم يطعم معناه أكل يأكل. الله تبارك وتعالى لا يجوز وصفه بأوصاف المخلوقين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة التي قال في بدايتها: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر كافر، ليس مسلما، كهؤلاء الذين يقولون: دوخت ربي، أو جننت ربي، أو غلبت ربي، أو أتعبت ربي، أو أعجزت ربي، أو جننت ربي، كل هذا كفر والعياذ بالله. كذلك الذي يصف الله بالجلوس أو بالقعود أو بالجوارح أو بالأعضاء، أو بأنه في جهة السماء أو في جهة الأرض أو في جهة العرش، كل هذا من الكفر والعياذ بالله. فكلمة يطعمك معناه يأكلك، الله تعالى لا يقال عنه يأكلك. بعض الناس يقولون: الله يأكلك، كفر صريح هذا والعياذ بالله. الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين، ليس كمثله شيء. أطعم غيره، يطعم غيره. الله إذا قال الله يطعمك حجة، بمعنى يرزقك، يجوز لكن يرزقك أحسن. الله يطعمك ولدا، يجوز لكن يرزقك ولدا أحسن. فلا تقول الله يطعمك حجة، أو الله يطعمك ولد، أو الله يطعمك ولد، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. الذي يفهم المعنى يكفر، أما الذي لا يفهم المعنى لا يكفر لكن حرام. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل ما لا تعلم، لا تخض بالكلام فيما لا تعلم. السؤال الأخير: ما حكم التصفير والتصفيق؟ التصفير والتصفيق بلا سبب مكروه، أما الذي كانت تفعله الجاهلية، الذي جاء في قول الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهذا كانوا يعتبرونه عبادة على زعمهم، كانوا يتخلون عن الثياب، يطوفون بالكعبة، يصفقون ويصفرون كما أمرهم الشيطان. فهؤلاء كفار يفعلون ذلك، وهم كفار وهم مشركون. أما الآن إذا إنسان بلا سبب صفق، ليس حراما لكنه مكروه. بلا سبب صفر صار يصفر، ليس حراما لكنه مكروه. ما معنى مكروه؟ إذا فعله لا إثم عليه، وإذا تركه امتثالا للشرع له ثواب. والله تعالى أعلم وأحكم. هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واجعل قبورنا منورة. اللهم ارزقنا حسن العمل يا أرحم الراحمين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص في العبادة. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة.